فاكر ان دخلتك الناشفة دي هتخليني عاملة كويس؟ انا اقدر افحصك في ثانية. تفحص مين يا باشا؟ انت فاكرني انا اتهدت من دول؟ فكك من البلالين ده. انا شعبان بتاع زمان، انا عارف انت محتاجني قد ايه، فما تكلمش كده طق حنك وفتحة صدر. انت ليه مصر تتكلم بغباوة كده؟ بتعلي سعر يعني؟ شوف يا باشا، اللي كان بيدوس خلاص خلص، وانا محدش هيدوس عليا تاني ابدا. انت فاكر ان ليل كده خلاص خلص؟ خلص وحياتك، اقرا له الفتحة كلها شوية كده ورقبته تتمرجح من حوالين حبل المشنقة. انت عايز تشتغل معايا ولا مش عايز تشتغل؟ محدش بيقول لي الرزق لا، بس بكرامتي. كرامتك محفوظة يا معلم شعبان. معلم شعبان اهو ده اول اللي عدل. طلباتك يا باشا. نريمان عبد السلام. ايوه. اقفلي تليفونك وخش. يا سفاحين يا مجانين، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. بس يا مجانين، حسبي الله ونعم الوكيل على عملك وبنتي. ربنا يوريني فيك يوم انت عمرك ما حسيت فيا يا بنتي. انت حرام. ربنا يرحمني، انا مش ناقص. انا بموت كل يوم، كل يوم بموت. طيب ما بلغتوش ليه اول ما اختفت؟ ما هو كان فاكر انها اتخطفت، فخاف لو بلغ البوليس اللي خطفوها يعملوا فيها حاجه. طيب في حد اتصل بيه؟ مفيش حد اتصل. يعني ما كانش في اي خلافات ما بينهم؟ يعني الخلافات العاديه بين اي اتنين متجوزين. اكيد طبعا كان بيحكي لك عن مشاكله معاها. مش دايما. طيب كانت ايه اغلب مشاكلهم؟ مشاكل عاديه يعني، كانت تشتكي انه بيتاخر كتير طول الوقت في الشغل. انتوا اصحاب انتوا وهي؟ لا مش قوي، عادي يعني. يعني ما كنتيش بتلاحظ عليها اي حاجه مش طبيعيه؟ زي ايه يعني؟ رجاله بتكلمها في التليفون، بتخرج بره البيت كتير، بتقابل حد من ورا ليل. انجي كانت ست محترمه. يعني ليل ما كانش بيشك في سلوكها؟ الفشار، الفشار السخن. ايه؟ احكي لي بقى ايه اللي حصل. استنى بس من الحته دي تعدي. بس مش كله. شفت؟ مش قلت لك هيسيبها؟ اشرب. قوم افتح الباب. مش بقول لك رومانسيه قوي؟ انا اصلا بقى مش هينفع اقوم بس على رجلي. هي جت على فتح الباب. طلع عليها. اقعد افتح الباب، اقفل الباب. يا بيه. مساء الخير يا مستر اشرف. انت ايه اللي جابك هنا؟ ما انا قلت لك. انا اللي قلت لك ممنوش في ايه ده اللي بتعمليه ده؟ مين دي يا اشرف؟ دي مين؟ السلام عليكم. استنى يا جدعان، انت رايح فين؟ يا عم طب رد السلام الاول. وعليكم السلام. انت ابو الليل عبد السلام؟ لا. امال انت مين؟ انا عبد الحميد السكري. هو في ايه؟ احنا حراس على الفيلا دي، ورينا بطاقتك. اتفضل، انا عايز اقابل استاذه نريمان. وعايز تقابلها ليه؟ موضوع شخصي. تجي لها من طرف ابو الليل. يا عم مين ابو الليل ده؟ لا. طب اثبت محلك هنا لحد ما اروح انا اديها لك. عايز البطاقه في حاجه؟ لا اتفضل. ومسكوها في الحاره طحنوها. البت ما بقتش تنفع تاني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليه كده بس؟ ليه؟ ومستر أشرف ماله مال حاجة زي كده؟ يخصه في إيه يعني؟ ما هي ليلى مرمية في البيت مش قادرة تروح الشغل. وإيه اللي دخل المشاكل الشخصية في الشغل؟ لا ما هي من حقها أجازة مرضية كمواطنة عادية طبعاً يعني. أنا قلت إن قلبك طيب ومش هيرضيك أبداً الأيام دي تتخصم لها. بس أنا شايفة إن البت دي مشاكلها كتير ومش هتقدر تكمل في الشغل. مرة تضرب حد، مرة حد يضربها. فلا لا ولا فالي، ليه كده بس يا ست؟ أنا شايفة إنك ترفدها، وخصوصا إن أمها عرفت طريق بيتك. لا، ده أنتِ من هنا فل قوي. اتفضل. إيه ده؟ هو حضرتك مش هتيجي معايا؟ طيب ده هو قال يوصل حضرتك لحد عندنا. هو تعبان مش هيقدر يركب مواصلات ويجي. للاسف مش هينفع، انا اكيد متراقبه. لو سمحت
اديله شنطه الهدوم دي والفلوس دي كمان. قول له يفضل في المكان اللي هو فيه لغايه ما نعرف نتيجه التحقيق. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل شاي. يا ريت والله. اتفضل تعال. ده الواحد من صباحيه ربنا دماغه بتورع على كوبايه شاي. احلى كوبايه شاي. تسلم ايدك. اتفضل اتفضل الشاي. أشرف رايح فين؟ هرمي كيس الزبالة، أصل ريحة السمك وحشة أوي. ولازم ترمي الزبالة وأنت لابس رسمي كده؟ فرضاً حد من الجيران قابلني، عبره بالبيجامة؟ ماشي، ما تنساش تاخد الكيس الصغير اللي تحت الحوض، وخد المفتاح بتاعي، عشان ما تصحينيش لما تركع، ماشي؟ نام يا حبيبتي نام. وانت منين يا بلدين؟ من ابو كبير شرقي. طب يا عم احنا هو بلديات اهو، انا بالبيس. ده انت على كده بقى تعرف اسماعيل ابو شام. اسماعيل ابو شام ايه؟ ده عسكري زمان. لا ما اعرفوش. كوبايه شاي ظبط. لا انا مش شايف. هو ايه الحكايه هنا؟ الراجل صاحب البيت قتل مرته ودفنها في الجنين. اشرب الشاي. معلش عشان بس الحق اروح البلد. الراجل ست كنت مستنيك وعارفه انك جاي. تعال ادخل. هتستفيدي ايه بس لما تخربي بيتي يا مدام كاملي؟ يا راجل هو ده بيت؟ ده سجن. اعوذ بالله من دي ست. انا مش عارفه انت ازاي طايق تعيش معاه. نصيبي وراضي بيه. ده مش رضا، ده خيابه وقله حيله. يا ستي وانت مالك عجباني؟ دي لو عرفت ان انت اتجوزت عليها هتسود عيشتك. انا ما اتجوزتش عليها. مستر اشرف؟ هتعمل ايه؟ تجيلي في السلك وترسيني على الدور. ايه الحكايه؟ لا حكايه ولا روايه، خليكي في حال. وهو لما المستر اشرف يجي لحد هنا ويبقى الود بينكم موصول يبقى ده حالي ياما. لما الحكايه تستوي هبقى اقول. يا ليلى سودة، هي لسه فيها سوى؟ اما مستر اشرف ده حد غلبان، مش حمل العيبك دي؟ بقول لك ايه، لو مش عاجبك الباب يفوت جامد، انا مش ناقصه هرشه مخ. طب ما تحكي لي انتي بدل ما اروح له يحكي لي هو. هتجوزه. ارتحتي؟ يا نهار اسود. نهار اسود على دماغي. ورجعت البيت ولقيته متكسر وهم مش موجودين. انت طاهر يا ابني؟ اه الحمد لله. طب خد المصحف ده واحلف انك ما قتلت مراتك وبنتك. ورب هذا المصحف، ورب هذا المصحف ما قتلتهم. قول ورب هذا المصحف ما قتلت مراتي وبنتي. ورب هذا المصحف ما قتلت مراتي وبنتي. كده اقوم انا بقى اكمل مذاكرتي. هي نريمان قالت لك ايه بالظبط؟ هقول لك. ابراهيم بيه؟ ابراهيم بيه؟ قبل اي كلام هي بعتت لك معايا الشنطه دي وقالت لي سلمك الامانه. شكرا يا عبد الحليم. معلش يا ابني ما تزعلش مني، احنا بس كنا عايزين نتاكد انك انت مش قتال قتله.
مين بيتكلم دلوقتي؟ من دولة عمال إبراهيم الجيار. مش هتنزل يا طارق، مش هتنزل، مش هتنزل. استنى بس ونشوف الحكاية. أيوة يا أستاذة دينا. يا نهار أسود. طب أنا جاي لك حالا. في إيه؟ مش هتنزل، في إيه؟ إبراهيم الجيار اتقتل. عيط يا ابني، عيط. العياط بيريح. يعني ما لقوش فريده؟ العساكر بيقولوا ان هم ما لقوش غير المدام. طب وفريده؟ ان شاء الله ربنا هينجحها لك. ربنا جميل قوي يا ابني. انا لازم امشي حالا. تمشي تروح في ايه؟ انت لو مشيت دلوقتي هيقبضوا عليك. انا مش هفضل مستخبي هنا. انا وجودي هناك هيبقى مهم. انت مشيك دلوقتي هيضرك، لو مشيك هيفيدك، هسيبك تمشي. وبعدين بالحاله اللي انت فيها دي لا تعرف تروح ولا تيجي. هتتحبس بس. انت اول باول كده اتكلم اختك وتطمنها على الاخبار. استهدى بالله يا ابني، استهدى بالله وحكي مع اهلك. خلاص نازلة الشغل؟ أنا بقالي 15 يوم في البيت، أكتر من كده بقى يبقى قلة أدب. ادعي لأمك، لولاية ما كانوا سابوكي ده كله. يا بخت اللي النقيب كزوم. إلا يعني مستر أشرف يعني ما حدش بيشوفه بقاله كام يوم، إيه؟ بيتقل، والمثل بيقول سيب حبيبك على هواه لما ديله يجي على قفاه، ما تجيب لنا معاك وأنت راجعة نص كيلو لحم. وماله يا حبيبتي؟ إديني ماني. يا بنتي الكلب. مش عايزه تطلع قرش من جيبك؟ لو انت فاكراني هبله ولا ايه؟ ما انت واخده قد كده من مستر اشرف على حس دوايا وعلاج. طب يلا غوري في داي، هعمل لكم بساره. ومال تعمل بساره؟ ايه العفن بتاع البت دي؟ يا سلطان خلص يا سلطان. انت بطيء كده ليه؟ مش فاضي، عندي محكمه. يا عم خلص بقى. يا ده انت بطيء قوي. شكيل يا مت. يس الاستاذ خيري. ازيك يا ليل؟ ما كانش العشم يا ابو الخير. هو احنا مش كنا باللفلف سوا ولا ايه؟ ولسه هاللفلف يا ليل. يا ليل انا من مفتحي صرخت، انا كنت في الحمام وعلى بال ما خرجت كان الموضوع كله انفض وخلص وراح لحاله. طب واليومين اللي بعديه؟ وال 15 يوم اللي كنت راقده فيهم عند امي؟ ما انت عارفه كمان يا ليلى، لا بتطيق تشوف وشي لا في سما ولا في ارض. عايزه فلوس يا خيري. حاضر يا ليلى، اديني بس فرصه كده كام يوم، عندي مصلحة حلوة هقضيها واديكي فلوسك على داير ملي. ولا ما تثبتنيش لحسن كل اللي جرالي اطلعه من حباب عينيك. يا ليلى انا ما بثبتكيش. انا كان عشم يا ليلى على اول الشهر نكتب الكتاب ونعلي الجواب بقى. يا ليلى عمك عشم مات، لا كاتب كتاب ولا كراسة، هما يومين تجيب لي فلوسي والا هتزعل. جود باي. الله يرحمك يا عم عشم. يا ليلى انا مش هزعل. يا ليلى انت اللي هتزعلي. انا كبير اضرب شريطين وانساكي كلك على بعضك يا ليلى. انا وعبد الحميد ما نمناش طول الليل. طب عبد الحميد ما نامش عشان كان مستني نتيجه التعيين، انت ما نمتش ليه؟ الان اللي عايزه ربنا هيكون. تيجي نتفق اتفاق. انت صليت الفجر الاول ولا لا؟ الحمد لله صلينا جماعه انا وعبد الحميد وسيد. خص عليكم، ما صحتونيش ليه؟ شكلك كان تعبان وسيد ما رضاش يصحيك. ذنب في لعيبتكم خصوصا انت. ليه بقى؟ ولادك هم اللي ما رضوش يصحوك. ما عشان ولادي هيبقوا حنينين وخايفين عليا، لكن انت قلبك جامد. خلاص النهارده انا هصحيك. طيب نرجع لاتفاقنا بقى. انا هدعي لك وانت تدعي لعبد الحميد. تفتكر ربنا هيقبل مني؟ يعني يا ليلى سيادتك مرفوضه من اسبوع، جيتي ليه؟ اللي جابني؟ ما هم قايله لك. مش قايله لك ان انا كنت عيانه؟ لو انتوا تتخانقوا مع بعض تطلعها على دماغي؟ مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. وصلوها عند الخزنه تاخد بقيه حسابها وطلعوها على اول الشارع. يلا شارع ايه؟
جمالي هي اللي سلطتك؟ طب ودين النبي لو نفضحك يا ناس يا خال الراجل ده ماشي مع ايه ماشي مع عمك دي هو ايوه وانت فين عليا حسبي الله ونعم الوكيل منك لله يا بعي ماشي مع عمي ماشي مع جمالي زي الحال يا سيد زي الفل عيب عليك يا عم حسين ده الدكتور سيد هو اللي مجبس مفيش دكتور من غير تمريض شاط الحكايه ولا الدكتور ولا التمريض الرك على المريض يا جماعه عندك حق يا ابني بقول لك ايه انا هوصل بقى كده اشوف مصالحي ها يلا انا اقوم اذاكر السلام عليكم السلام ورحمه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخويا ليه عندكم ابو الحاج لا ما عندناش حد بالاسم ده طب اركن على جنب ابو الحاج انت مين يلا سريع سيد مالك سيد مين دول اللي هقول لك عليه فاهم ماشي مش قادر اشوف بنتي مش قادر اشوف بنتي كده مختلفه يا بنتي ده تالت ميعاد للدخول ما بيصحش كده اجمد ماشي اتفضل يا فندم اتفضل اثبت عندك حضور اهل المجن عليها للتعرف على الجثه هي دي؟ لا مش بنت لا دي مشي مش بنت الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب يا بنت الهبلة افهمي انا مصلحتي ايه انه يرفدك على الاقل انت شايلة روح انت برضك السبب فضلتي منيماني في البيت وانا مطمنة على حس انه جوز امي بقى لحد ما قطعتي عيشي اللي بتقولي ده معناه ان اشرف باعني قبل ما يبيعك كنتي عشمره انك تتجوزيه ولا ايه بقول لك ايه يا بنت خليكي في خيبتك وانزلي دوري على شغل اختك المايل يا نيلا طب مش كنت مستنى لحد ما نطمن على نتيجه عبد الحميد معايا معلش يا عم حسين لازم امشي وجودي بقى خطر عليك خصوصا ان هو وصل لغايه كده والله يا ابني هي عايزه عليا فراقه هيوحشني الكلام وياها وانت كمان يا عم حسين ليه هتزورنا تاني؟ ان شاء الله خلي بالك من نفسك يا ابني ادعي لي انت بس ربنا معاك انت بتعيط ولا ايه يا عبد سيبني في حالي طب ومن غير ما اروح اشوف انا لائق وانت لا يا فلاح طب سيبني في حالي
يا ابني ما انا قلت لك انت ما صدقتنيش. انا عايزك بقى تاخدها جري لغايه ام بلدكو، تشوف لك تربه حلوه يا عبد تدفن فيها. انت عايز مني ايه؟ اللي نسيت اعمله يا حيوان؟ يا متخلف، سيبني في حالي يا اخي. تقرير الطب الشرعي بيقول ان الجثه اللي لقيناها في الفيلا توفت لاسباب طبيعيه. كده انت هترجع لنقطه الصفر تاني، والسيناريو اللي بيقوله طايل ملوش اي اساس. كده اعمل ايه؟ انا كل ما اقول قربت احلها الاقيها اتكعبلت. سيف اسمعني كويس، انا عايزك تبص للحكايه من فوق شويه، بلاش تدقق في التفاصيل. انت تقصد يعني ان في حد بيلعب بيه؟ والله الكلام اللي انت بتقوله في القضيه ملوش معنى غير كده. لا يا علي انت كده فاهم حاجه. من الاخر هو شخص واحد بس اللي له علاقة بالموضوع ده، ليل. وليل ده بقى اجيبه منين؟ تمام يا فندم. ايه يا شلت؟ واحد اسمه ليل عبد السلام عايز حضرتك يا فندم. باشا سلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. متأسف يا ام ليلى مش هينفع تخشي، مستر اشرف نبه عليك انت مخصوص. لا خلاص يا اخوي، وانت هتعمل ايه؟ انت غلبان زينا. ماشي سلام عليك. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه سلام عليكم يا ليلى. ازيك يا عم طلعت عامل ايه؟ تمام مدام نبيله عايزاكي. يا رب تعالوا خير. طيب دقيقه واحده هغير هدومي وارجع لك. بقولك ايه، ادخل انت مش غريب، تعال. لا انا هستنى حضرتك تحت في العربيه وهات هدومك معاكي. اجيب هدومي؟ هو الموضوع فيه شغل ولا ايه يا عم طالع؟ يا رب يا رب. طيب ثانيه واحده. تمام يعني انا كده مفيش عليا حاجه؟ حاجه بسيطه، اخفاء جثه بس. صحيح يا مدفونه في البيت عندي، بس انا معرفش حاجه عن الموضوع ده خالص. ولو قلت لك ان انا مصدقك هقول لك شكرا. استاذ ليل أنا عايز أساعدك، وفاهم كويس قوي إنه في ناس ضدك وعايزين يودوك في 60 داهية. لو عايز تساعدني تلاقي لي مراتي وبنتي. أكيد. طيب إيه رأيك نطلع نشرب فنجان قهوة في أي مكان بره؟ لا للأسف أنا أصلي غايب عن البيت بقالي فترة، محتاج أرجع البيت أريح شوية. على العموم الدعوة مفتوحة في أي وقت. شكرا. ما تتكلمش يلا قبل ما الباشا ما يسأل. بس يا أمين خد، ما تمدش إيدك عليه تاني. حاضر يا فندم. باشا ما غركش سواكت الفلاحين اللي هو عاملها دي، انا اتهنت ومش هسيب حقي. ما خلاص يا شادي بيه، انتوا الاثنين ناس متعلمين ومحترمين، انا شايف ان انتوا تمضوا على محضر صلح ونخلص الحكايه. ماشي يا عبد الحميد. صلح ايه يا باشا؟ انت كده بتركب الاشكال دي عليه. يا شادي بيه الكلام ده ملوش لازمه. تعالى عبد الحميد. يا باشا تعالى عبد الحميد امضي على المحضر. وبرضه مش هتدخل الخارجية يا فلاح. مش هتقولي بقى ايه حكايتك يا شعبان وترسيني على بر معاك؟ قلنا بس محميتين عشان الكلام يحلو. ماشي يا اخويا يحلو. كنت بتقولي يا عسل؟ بقولك عايز ارسم معاك على بر. بر ايه وليه؟ يعني داخل خارج كده قدام الناس عادي. ايه مش خايف عليا من النمرود اللي هيذبحني؟ ما تخافيش مش هيجي. يا لهوي يعني ايه مش هيجي؟ تندبي ليه يا بومه؟ جوزك عمل عامله وخلع سلكاوي على ليبيا. يعني كده برضه مصيره هيرجع. شوف اولاد تقول لي انت مش حماره بقى، لو رجليه جت مصر يقطعوها. طب وانا بقى هفضل متعلقه كده زي بيت الوقف، لا مني متجوزه ولا مني متطلقه؟ هي ما ضلهاش تنفخ، هي ليله الغمقه. ويا
يعني بس كده عملنا اللي هو عشان نوصل لطولنا. الولا رؤى والصهيوني جايين في الطريق. لو النبي هو ده اللي انا باخده منك. ايوه اعمل لك لقمه. ماشي ماشي يا شعبان. شوف اخرتها معاك ايه. لقمه وشيشه وشاي. نسوان انا اسفه ما قدرتش استحمل. ما كانش لازم اقول لهم على مكان الدهب. الدهب ده محدش عارف مكانه غير انا وانتي وبس. انت انا ما بكذبش عليك. ده اللي حصل. يا ريمان قلت لمين على مكان الدهب؟ ده شقه عمري. مستحيل يبقى هو. مين؟ رامي. بس ده كان متعلق جنبي. يلا سعاده السفير. والله انا حاسس ان انت هتبقى سفير لكل مجتهد نصيب يا ابني. دي رساله الدكتوره كده بكتبها لواحد صاحبي باخد عليها فلوس برضه. وليه بتعمل كده؟ انا خريج سياسه واقتصاد ومعايا ماجستير في الاقتصاد وبتكلم ثلاث لغات واربع سنين الاول على الفاضي بس ما تعينتش معي. هما صحيح رفضوه مرتين يتعين معيد في الكلية بس هو دلوقتي قدم في الخارجية وهيبقى سفير مش هيلاقوا أشطر منه. أنا عارف عبد الحميد. أنت مش حاسس بالظلم يا عبد الحميد؟ حد بكفاءتك وشطارتك مش واخد حقه. أكيد حاسس بس قررت إني ما أسيبش الإحساس ده يغلبني. أنت بجد عندك أمل تتعين ملحق تجاري في سوارتك؟ أنا لائق وأنت لأ يا فلاح.